أفشلت القوات المشتركة هجوما واسعا للميليشيات الحوثية في قطاع هجار باب غلق جنوب منطقة العود، وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات حاولت تنفيذ هجوم كبير باتجاه مواقع القوات المشتركة في قطاع هجار باب غلق معزز بتغطية نارية مكثفة، إلا أنها انكسرت. وقد وصل الأمر إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية لقرب احتدام المواجهات، وتمكنت القوات المشتركة من كسر الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بالعناصر الحوثية التي لا زالت جثث البعض منهم مربية في وادي وسائلة هجار. معنا عبر الهاتف فؤاد جباري المتحدث باسم محور الضالع. أستاذ فؤاد، مرحبا بك. مرحبا عزيزي ومساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. نعم، ما مستجدات المواجهات مع الميليشيات في الضالع؟ نعم، بالنسبة لآخر المستجدات وآخر المواجهات في جبهة محور الضالع، الوضع حاليا وأنا أتحدث معك عبر الهاتف يسود الهدوء معظم أو مختلف جبهات القتال لمحور الضالع بعد المعارك الشرسة التي اندلعت مساء ليلة أمس والتي استمرت حتى منتصف الليل بشكل متقطع. هذه المعارك أثر قيام الميليشيات الحوثية المتعاونة مع إيران شن هجوم واسع وكبير في مواقع قواتنا في باب غلق هجار قطاع غلق هجار، وكانت معركة احتضنت فيها استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الخفيفة المتوسطة والصغيرة، واستطعنا أسس الهجوم الذي أعدت الميليشيات خلال اليومين الماضيين، وايضا تكثرت الميليشيات من خسائر كبيره خصوصا بين عناصرها، لانها لجت من كثير قطع من كثير من عناصرها الراجله لاقتحام المواقع مواقع قوات الهجوم الامني، لكن قواتنا ردت الطاعون واستطاعت كسر هذا الهجوم، وايضا الميليشيات كثرت الكثير من عناصرها، لا زالت بعض الجثث مرميه في سائلات ووادي الهجوم. نعم، ماذا عن الجبهات الأخرى أستاذ فؤاد؟ الجبهات الأخرى هي كالعالم الهدوء الحذر، هي أيضا اتخلف على الهدوء مراشقات نارية في الأسلحة المتوسطة والكبيرة، أما جبهات مريس التي احترمت فيها المعارك قبل يومين أيضا مصروف فيها الهدوء الحذر. الميليشيات حاولت ليلة أمس تنشر هذا الهجوم كرد منها أو كنوع منها لربح معنويات عناصرها المنهارة، والتي تلقت ضربات نوعية وضربات قاسمة في هجوم جبهة مريس، وأيضا قبلها قيام قواتنا بعمليات في مدينة قطاع الجعفر. هذه الهجومات كانت بمثابة ضربات قاسية موجعة للميليشيات الحوثية، لذلك حاولت نعم، شكرا أستاذ فؤاد جباري المتحدث باسم محور الضالع.